هل هناك فرق بين الزواج بنية الطلاق وزواج المتعة، وما الحكم الشرعي فيهما؟ هناك فرق، لأن زواج المتعة مشروط في العقد، مشروط في العقد، أما الزواج بنية الطلاق هذا ما هو مشروط في العقد، وإنما هو سر في نية المتزوج، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن فيه خيانة للزوجة وأهلها، لأنهم تزوجها على أنه يريدها زواج رغبة واستمرار، ولو دروا أنهم تزوجها بنية الطلاق ما زوجوه إياها، وهي ما ترغب أيضا، هذا خيانة للطرف الثاني وخيانة للزوجة وأهلها، فلا يجوز هذا العمل، لكنه ليس مثل المتعة، ليس مثل المتعة، المتعة باطلة بالإجماع. نعم.